بو شايب مرحبا بك. الله يحفظك لاخوتك سي عماد. مرحبا بو شايب، عندك 46 سنه من الدار البيضاء اخويا بو شايب، شنو كدير في الحياه بو شايب؟ علاش كتقول سي لاك لا يلا علاش؟ اسمح لي لو غنعاود المكالمه من الاول. 06 05 09 30 80 بو شايب مرحبا بك. نعم لاخوتك الدار البيضاء بو شايب 26 سنه مرحبا بك. تبارك الله عليك، واش الشيء دابا انت في شكل؟ الله يحفظك. مرحبا بو شايب، شنو كدير في الحياه ديالك بو شايب؟ سائق سياره اجره. مرحبا طاقسي كبير. قول لي يا اخويا، اليوم بغيتي تشكر الاخت ديالك ساره، لانها ماشي اخت عاديه بالنسبه لك ياك؟ طبيعه الحال. اشنو اليوم علاش بغيتي تتصل بها وتصوب لها ونصوبنا لها اغنيه؟ علاش؟ شغنقول لك اخويا عماد، ديك السيده ما عمري ما عيطت ليها وطلبت منها شي طلب ولا شي حاجه، ولا هي كدير شي حوايج من عندها كتخليك نتايا كتخليك تبقى تفكر، كتبقى تشوف، كتبقى تهز راسك تسمو، كتبقى تشوف. هذه اختك واختك اختك عندها صغر منك اختك ياك؟ اختي صغر منك. شحال عندها من عام؟ تكون دابا شي 28 عام تقريبا. 28 سنه، الله يخليها لك. واخا حنا غنتصلوا بها وراه صوبنا لها واحد المفاجاه، حنا غادي نتصلوا بالاخت ديالك اللي سميتها ساره. ساره. الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس اختي، كي دايره؟ كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. لاله اختك ناشطه ليا؟ الحمد لله. شكون معاك؟ انا عندي ليك واحد الطلب. اها. حنا الشركه كنبيعوا فرشه الاسنان. وعندي ليك واحد الطلب. خليك معايا ما تقطعش. اليوم ابو شعيب من كازا كلشي مقاد، مع نبيل ومصطفى اسمعني، السي بوشعيب فرحان حتى مع زياد، وبغاي كل اختو سارة كيبغيها. شكرا بزاف، ما يقدر يعيش بلا بيها. يا سارة ويا النورة، يا سلام قبلك كل شي جامي يكون خصوصا. هذه الخوة الزينة. يا سارة ويا النورة، حتى على قبل كل شي جامي يكون خسارة. ابو شعيب، ابو شعيب، دوي دوي ابو شعيب. اخويا شنقول لك؟ هذا المشكل هو بغيت دابا بغيت نشكرك وكيخطر تصرف. قال لك خفض صر. مشعيب ساره مرحبا بك، راك مباشره على شدي فم. واليوم الاخ ديالك مشعيب فكر يدير لك واحد المفاجاه مباشره باش المغاربه كاملين يعرفوا شحال كيبغيك اليوم. حتى انا كنبغيه بزاف والله، وكنبغي خوتي كاملين، والله يخليه ليا يا ربي. امين. خليه ليا ما تسمعش ليا يا ربي، والله يخليه ليا. والله فرحت بزاف بهذا الشيء، ما عرفتش باش كنحس دابا والله. حتى حنا والله ما عرفنا باش كنحسوا، تنحسوا ذاك الاحساس اللي كنحسوا به دائما مع السبعه الله ربي. هذاك الشيء اللي عينا والله. مشايب يلا قول لها شي ميساج زوين باش نخليوكم على نويطه زوينه. يلا. باش نقول لها واحد السبرديله راه عاجباني باغي نشريها. ديكريسي هذا. المعقول. وحولني ملي سمعت ساره ونواره بغيت نقول لك فين الشكاره. داكشي علاش؟ دابا الشكاره عندك ادير سي بشعيب. يلاه بشعيب زعم زعم وقول شي كلام زوين يلا. اخويا شنو نقول لك؟ الله يخطى عليا، من بعد الوالدين بقات غير هي. الله يخطيها عليكم. الله يخطيها علينا، والله الله يخطي على راجلها. امين. والله الله يخطي على بنتها دينا. دينا. ها هي سمعت سميتها. بارك الله. دينا سمعت السميه ديالها. ساره. نعم. انت شنو بغيتي تقولي لبو شعيب اليوم؟ انا كنقول الله يخليه ليا يا ربي، وراه هو اللي عندي في الدنيا كامله بعد موت ماما، راه هو اللي بقى ليا. الله يخليه هو ووليداتو يا ربي. الله يخليكم لبعضياتكم، وشكرا اللي كنتوا معنا اليوم. شكرا بو شعيب.